تعالى اعلمك افضل طرق ذبح الديوك الرومي. افضل طرق ذبح الديوك الرومي ده كده عمر سنه ونص، ده كده عمر سنه ونص. تعالى اقول لك الطريقه، طريقه الذبح وهتعمل ايه بعد ما تذبحه او ازاي. في طريقتين، طريقه كده وفي طريقه ثانيه هعلمها لك. ودي الطريقه الثانيه، تنزله ببرميل زي كده، تنزله ببرميل زي كده اهو. وتقفل بحاجه هنا كده، تقفل بحاجه هنا كده وتشد الدماغ هنا كده. كده الدماغ بقت معاك اهي، هتذبح على طول. دي طريقه سهله جدا ومش محتاجه حد معاك وانت بتذبح. دي طريقه سهله، طريقه تمسك رقبته خلاص، هو مش هيعرف، هو متكتف جوه البرميل. متكتف جوه البرميل. هعلمك بعد الذبح الميه السخنه بقى ميته عامله ايه وازاي. تابع معايا كده. بعد ما اتذبح وفرفر نزلناه الميه السخنه. الميه السخنه بقى عباره عن ايه؟ الميه السخنه عباره عن ميه السخان، الميه اللي في السخان دي. الميه دي شكلها كده عشان الدم والحاجات اللي هي بتطلع من الفراخ والحاجات، فالميه بيبقى شكلها كده. لكن في البدايه بتبقى ميه بيضاء، الدم بيخليها تبقى شكلها بني زي ما انتم شايفين كده. بنعين الريش بتاعه زي ما انتم شايفينه. الريش بقى سهل ازاي؟ ميه السخان اللي انت يعني ايه بتاخد بيها دش في البيت زي ما انتم شايفين بينضف بسرعه ازاي. وكده وصلنا لمرحله اللي هو خلع الريش، انه الريش بيتخلع سهل جدا اهو زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين الريش بيتخلع سهل جدا. ليه؟ ميه السخان دي ميه ايه؟ الميه الحنينه على الحاجه ديت، ما تخلوش يجلد ولا يتسلخ، ولا يجلد ولا يتسلخ. كده بعد ما يتنضف خلاص، كده بعد ما يتنضف خلاص. اشترك معايا يوميا، بنزل اسعار الفراخ وبقول لك على السعر. فراخ بلدي وز بط، بعلمك نضافه الحاجه، ممكن اعلمك التقطيع كمان يوميا، بعلمك التقطيع. تابع معايا عثمان بكار على كواي وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب. سلام عليكم.